شخصية النهاردة هو سياسي بارع ومهندس بدرجة زعيم، ولأن عقلية مفكرة ومثقفة لم يبخل على بلده بجهد أو عطاء، فكان من أول المساهمين في تنمية المجتمع وترسيخ قيم التنمية المستدامة. مش كده وبس، ده اهتماماته دايما كانت بالشأن الخارجي والشأن المصري على حد سواء. نشأته العظيمة خلت له كاريزما قوية لخصت عظمة الشخصية البدوية، ذكائها وفرصتها وحسن تقديرها للمواقع، وده اللي ساعده بشكل كبير على حل الأزمات العاجلة والآجلة بحنكة وحكمة، وإنه يرسم طريق جديد للمدينة الملهمة مطروح وأهلها الطيبين، يعلي فيه طروحهم وولائهم وانتمائهم للوطن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حلقة جديدة من برنامج الوزير. النهاردة هنتكلم عن شيء هو في شخصية البدو، عظمة وشخصية فريدة من نوعها هي التي ترسم الشخصية البدوية في منطقة القبائل العربية. معنا ومعكم البشمهندس سعيد الحفيان. أهلا وسهلا بشمهندس. أهلا بك دكتور. طبعا يعني ده شيء عظيم جدا ان احنا نكون موجودين النهاردة مع حضرتك، ويمكن انا قلت احنا بندردش مع بعض، انا قلت عشان اكون شيك زي البشمهندس سعيد احاول النهاردة البس بدوي، بس تقريبا يعني لا الله يخليك ما جيتش خالص في شياكتك. الله ينور، الله يخليك. احنا بنتكلم عن حد من الشخصيات اللي بتمثل فعلا عظمة الشخصية البدوية. عايزين نبدأ مع حضرتك من البداية، المولد والنشأة. المولد بين النجيلة وبين مطروح، إنما الموطن الأصلي مدينة النجيلة، وبداية عادية كبداية كل إنسان بدوي، ولكن أنا والدي رحمة الله عليه زرع فينا حب العلم. يعني أنا أفتكر كنت بروح المدرسة وبروح بعد المدرسة بروح الكتاب، ده جزء يعني حاجة أصيلة لغاية ما خلصت المرحلة الإعدادية ودخلت على الثانوي. بخلص مدرستي بروح الكتاب باخد في ساعتين. في بداية حياتي قوي كنت تعلمت عند إمام المسجد لما بكون هنا في المدينة أو في النجيلة، الشيخ بتاع الزاوية أو المسجد اللي احنا بنصلي فيه. خلقت فينا وازع ديني ووازع إيماني، وخلت لنا دور لناسنا ومجتمعنا. يعني أنا أعتقد أن ما فيش حد عايز يعيش لنفسه. هل في الفترة بتاعة المولد والنشأة دي، وحضرتك يمكن جبت حاجة قيمة جدا، الكتاب، الكتاب، هل في الفترة دي كان في اتجاهات لتعليم الأطفال، وطبعا ذكر أو أنثى، يعني في الفترة دي في مطروح، يعني احنا تعايشنا في الفترة دي ان فعلا كان في ناس بتتعلم وبتروح مدارس موجود. نقدر نقول ايه في فترة النشأة والمولد اللي حضرتك يعني عشتها؟ هل تعليم الفتاة والشاب كانت متواجدة في المجتمع المطروحي في هذا الوقت؟ مش عند كل الناس، عند بعض الناس اللي هم على قناعة بالعلم، لكن وجودنا بقى مع مشايخنا في الكتاب وحسن اللغة عندنا وخلانا ندرك قيمة وعظمة ديننا وقيمة وعظمة القرآن، وخلانا شبكنا شبكة جامدة في العلم، ما بقتش مغريات اللي قدامنا بتأثر فينا. أنا أحب أن تمسكوا بالعلم لأقصى درجة. الوحيد اللي ملوش مدير مكتب ولا أما بتيجي عايز الموعد أنت اللي بتحدد، أنت صاحب الحاجة، رب العزة سبحانه وتعالى. بتتوضى تدخل على سجادة الصلاة تلاقي نفسك في لقاء مباشر، مفيش بقى مدير مكتب يقول لك أنت هتتكلم في، اتكلم بأي لغة، لقاء ربنا مفتوح في كل التوقيتات، ما فيش حواجز بيننا وبينه. اللي عايز بينجح بينجح. انا مش مؤمن ان في حاجه اسمها مستحيل. مستحيل ده وهم كده صنعوه الجماعه العجزه اللي هم مش عايزين يفكروا.
النهاردة أنت لو بتتجه أي اتجاه وبتبدع فيه هتبدع. يعني هي زي ما احنا بنقول إن الشخصيات الملهمة والإطار التحفيزي اللي احنا بنتكلم فيه ده هو حقنة لكل الشباب ويمكن كمان الأجيال المتعاقبة، عشان بتفوق بيه الناس اللي ممكن تكون في درجات خمول بعض الشيء عشان تفوق وتقول احنا ممكن نعمل ايه من خلال هذه الشخصيات الملهمة. نعم حضراتكم جامعة ايه؟ انا جامعة الاسكندرية كلية العلوم قسم جيولوجيا. الفترة بتاعة الجامعة هل في حواديت بقى؟ يعني الحواديت بتاعة الجامعة، هل باشمهندس سعيد في فترة الجامعة كان ايه اللي يعني حددته؟ حددت انا كنت رجل بدوي قادم من الصحراء، ولكنني اجتمع يعني اندمجت في المجتمع مع الحفاظ على حاجات اللي انا مكتسبها من الصحراء. اجتمعت اندمجت في المجتمع السكندري وعرفنا ناس شخصيات، وكان عندي اعظم دكاتره تقريبا على مستوى البلد ياما، زي الدكتور الزرقاء ومجموعه كبيره طبعاً جدا. يعني طبعا اساتذتنا كلهم اساتذتنا وعلمونا. انا كان دايما دماغي ان انا انهل من العلم اكبر قدر عشان لما ارجع انا معايا حصيله. يعني ما جاش في دماغي ان انا بتعلم عشان اشتغل، لا، المستقبل ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا اتعلمت يعني عشان اهذب سلوك نفسي، اتمسك بالبدوة بتاعتي اللي انا بلاقي نفسي فيها عادتنا وتقاليدنا صراحه. يعني انا اجد نفسي في خيمه في الصحراء بسيطه جدا، مع شويه شاي كده على النار، مع اقعد مع راعي الغنم واتكلم معاه. عايزين نتكلم، بما ان حضرتك بقى كنت رئيسا للمجلس المحلي في محافظه مطروح، عايزين نتكلم عن هذه الفترة وإزاي كان فيها تنمية للمجتمع وتنمية وولاء إلى الوطن، وأيضا تنمية مستدامة عشان خلت لنا محافظة مطروح بهذا الجمال وهذا السحر. هجاوبك على سؤالك المهم ده الحقيقة، ونستكمل اللقاء وإحنا إيه نتمشى إن شاء الله.